So you will leave, Alexander. We will miss you. Me too, but it's just 2 months. I will come back. Until I come back, I want to leave this iPad with you. What this? This is a gift for me? No, but be careful while using. Don't use the application I talked about. Okay. Thank you. Goodbye, bro. We will miss you. اوف العاب عزوز ايش رايك بالهجمه؟ فنانه فنانه بيقول لك فنانه يسلك لك يا غبي. برافو عليك يا الكسندر. ياهو ايش من صوت شكر؟ ما هو انت بسخت ملابسي، انت السبب. اخوان هذا من البرنامج، ما ابغى اصيرك وترجعني. يا ابوي احمد ربك من زينك يا فقي. يا اخوان والله انه كده حماسي لين التماس. يا ولد خليك رجال ولا بتنسحب يا فقي. انا ما انسحب، انا شجاع. بعد ما اوف 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 سلامات اللي حست انتوا اياه. ما يا عيال سلامات، وش فيكم انتم؟ هنا في مخ ولا ما في مخ؟ تعال تعال افهمك الموضوع كامل. اكد يا كفته وش ذا نفس البكله؟ وش السالفه؟ حبيبي صاحب الروسي الكسندر قبل ما يسافر خلي عندي جهاز، هذا الجهاز هذا فيه له برنامج فتاك، تخيل يمديك تغير الشخصيات، اتحداك يجيب زيه. من جدك؟ ايوه. طب عادي تعطيني اياه؟ يا امانه. واللي يعطيك 5000 ريال؟ خذ. كفو. بس اسمع، ابغاك تعامل الجهاز كانه احد افراد اسرتك، وما تسويه اشياء سيئه. ابشر ابشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وايش بهم ذولا غدا وكذا؟ لا ما بهم شيء. شلون حافظه؟ أبوك الجهاز البطل. اجعلك من بقايل وراك حولتان. يا واد ايش سويت فيا؟ بهدلتني. احمد ربك يا بيي، انا اللي باحلم بعمري. التغيير زين يا حبيلك ولد العم، بس ويلك من عمي. متى يقعد تلبس هذا اللبس؟ هذه ملابس الجديدة. وكمان تقليد كفتة يا واد، تقليد الأعمى يضر. أنا أقلد كفتة؟ ليه؟ كفتة هو كريستيانو؟ ها 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 ها. بس قم أقعد أنام، يلا أقعد على غرفتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك وليدي؟ وش مؤخرك؟ بالعكس يبا، اليوم جاي بدري ومروق بعد. آمرني بس وش تبي؟ أبيك تنتظر في هالبيت. أبشر أبشر.
ايش اللي معك هذا؟ سم ولا شيء ولا شيء. كم النتيجة؟ اوف 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 4-0. مستواك ضعيف يبا. لا 4 لي. لك انت؟ اي لك ولا لا؟ لا لي. لا يقول لا لي انا. ها الحين انت مانشستر يونايتد؟ ايه انا مانشستر. وانت يبا منو؟ سيتي؟ لا انا محلي. ايه بس اخذتوا اسيا. نعم. هلا كفته. ايه انا وعامر بالاستراحه. حياك كفته. بيجي؟ ايه جاي. عم عاد يا اخي غريبه، انا داق على كفته بس كنا شكش. شو السالفه؟ يمكن معه بالسياره شكش. بعدين ما تعرف كفته يحب يقلد الاصوات. يا ابن الحلال كفته، يلا يجمع له حرفين. تبيه يقلد اصوات بعد؟ صح. ايش بطني؟ يبقى شاي قهوة؟ يلا في الاستيشن. يا صديق روح جيب قهوة. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا والله بترك البطل. ما عندكم بيوت؟ أجي الظهر موجودين، أجي العصر موجودين، أجي المغرب موجودين، العشاء موجودين. يا اخوي جوكم انتم. وش سويت يا عامر؟ وش الثوب المخيص هذا؟ مفصله ب 120، ما كملت فيه 3 سنين وتقول مخيس. وش الجهاز الزين هذا؟ الجهاز البطل، يغير كل واحد لشخصيه الثاني، وبعد يومين ترجعون وضعكم الطبيعي. وش رايكم فيني يا عيال؟ يومين؟ كان جبت الغير ذا المخيص ذا؟ تكفى يا جوني ديب. المهم يا عيال، انا بدز باخذ لفه على البولي والتي ون. بس كيف اللبس يا عيال؟ كذا؟ اقو صب شاهي. انا؟ وتناظر بعد؟ ايه انت صب شاهي. ابشر. هلا والله بعزول. ارحب. اقول الشاحن حقك باقي فيه 30%. مش من زينان به؟ متيك ايام شاحن افهد. شكلك لاعب بالناس. التغيير زين. والله اني باح الانبهالي. صدق حطيت مترجم علشان يعرفون حسي. لا يا شيخ، شكل سواليفك واجد. اقول عطني الشاحن بس. الشاحن مع الكساندر. الرجال مسافر. اما عاد. عندي تمر سكر حبيت كبار على كيف كيفك. تداو. اقول هات الجهاز بس. ضايق الخلق عشان الجهاز يا حبيبه.